نشكر فخامة الزعيم فتاح السيسي على المجهود الكبير والجبار اللي أديه لنا في مشروع حياة كريمة. زي حضرتك شايف بسم الله ما شاء الله التقطين تقطين القرعة والمسار أول. وبنشكر سيادتك على سيادة سعر توريد الكامل، فده سعر مناسب جدا والحمد لله الناس كلها مرينة بقرارات سيادتك برفع توريد القمح. وكمان بنشكر سيادتك على كل حاجة انت موفرها لنا، واحنا بنعرف ان المسؤولية كبيرة على حضرتك وربنا يقويك ويعينك، واحنا في ظل ارتفاع الاسعار والصعاب لكن متحملين معاك ظهرك، ودايما يا رب ربنا يوفقك للامام دايما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يبارك في عمرك وصحتك واولادك.